عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من تعلم مع منى. اليوم غادي نشوفوا درس آخر من دروس اللغة العربية المتعلقة بالسنة الأولى من التعليم الابتدائي، فنبقوا جميع مع الدرس. السؤال الرابع عندنا، أضع هذه العلامة تحت الميم مع الحركات القصيرة. أضع علامة هاتفي تحت الميم مع الحركات القصيرة. الحركات القصيرة كيف ما كنعرفوا هي الفتحة الضمة والكسرة. إذن حرف الميم مع الفتحة ما، ما هذه حركة قصيرة فتحة، إذن سأضع العلامة في هذه الدائرة ما، ما. هنا عندنا حرف الميم مع حركة طويلة اللي هي الواو، حرف الميم ممدد، غادي نطقوه مو مو، ولكن هما بغوا غير الحركات القصيرة، إذن ما غاديش نديروا العلامة هنايا. الحرف الثالث اللي عندنا هذا شفناه في الحلقة السابقة، حرف الدال. حرف الدال مع الفتحة، الفتحة حركة قصيرة ولكن احنا بغينا حرف الميم ما بغيناش الدال، إذن لن نضع العلامة. عندنا المثال الرابع، حرف الميم مع المد بالياء، مي مي، هذه حركة طويلة، إذن احنا بغينا الحركة القصيرة لن نضع العلامة. عندنا حرف الميم مع المد بالألف، ما ما، هذه حركة أيضا طويلة وإحنا بغينا الحركات القصيرة، إذن لن نضع العلامة. هنا عندنا حرف الدال مع الضمة، دو دو، الضمة حركة قصيرة ولكن الحرف ماشي هو اللي بغينا، ليس بحرف الميم، حرف الدال هذا، إذن لن نضع العلامة. عندنا المثال، عندنا حرف الميم مع الكسرة، مي مي، الكسرة حركة قصيرة والحرف اللي بغينا هو الميم، إذن هنايا غادي نديرو العلامة مي مي. هنا عندنا حرف الميم مع الضمة، الضمة حركة قصيرة والحرف هو الحرف اللي بغينا، حرف الميم مو مو، إذن سنضع العلامة في هذه الدائرة. نعود نقرأ جميع هاد الحروف كاملين، عندنا ما مو دا مي ما دو مي مو، ما مو دا مي ما دو مي مو. السؤال الخامس، أقرأ الميم مع التنوين ثم أصله بالكلمة المناسبة التي تتضمنه. أقرأ الميم مع التنوين، غادي نقرأ الميم مع التنوين ثم أصله بالكلمة المناسبة التي تتضمنه. غادي نقرأ حرف الميم مع التنوين وغادي نشوفوا هاد الصورة والكلمة اللي كتعبر على الصورة ونشوفوا حرف الميم إنا واحد من هاد الحروف أو من هاد الأشكال ديال الميم مع التنوين. إذن عندنا في الميم مع التنوين بالفتح ضروري كنضيفو الألف وكنطقوه من من من. حرف الميم مع التنوين بالضم كنضيفو جوج ديال الضمات كنقراوه من من من. حرف الميم مع التنوين بالكسر كنضيفو جوج ديال الكسرات وكنطقوه من من من. إذن من 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 من. هنا حرف الميم مع التنوين بالضم كنطقوه من من. هنا عندنا حرف الميم مع التنوين بالكسر غادي نطقوه من من من. وهنا عندنا حرف الميم مع التنوين بالفتح كيف ما تعودنا ضروري نضيفو الألف كنطقوه من 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 من. نعودو جميع، من من
من من من من. إذن عندنا الصورة الأولى عبارة عن حمام، حمام 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 حمام. هاد حرف الميم مع التنوين بالضم، إنا واحد كيشبه ليه من هاد الأشكال عندنا هو هاد الميم تنوين بالضم. إذن غادي نصيلو خط هاد الحرف الميم التنوين مع الكلمة حمام حمام. الصورة الثانية دمون 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 دمون، أيضا هاد الحرف الميم مع التنوين بالضم، إنا واحد كيشبه ليه من هاد الحروف من هاد الأشكال عندنا حرف الميم مع التنوين بالضم. سنصل الخط حرف الميم مع التنوين من مع الكلمة دا من دا من دا من. السادس عندنا أجزئ كل كلمة إلى مقاطع كما في المثال، أجزئ كل كلمة إلى مقاطع كما في المثال. عندنا المثال اللي عطينا حمام حمام، إلى لاحظنا حرف الحاء مكتوب بالأحمر مع الفتحة ح، المقطع الأول حرف الحاء مع الفتحة ح، المقطع الثاني حرف الميم مع مد طويل، عندنا حرف مع الحرف الألف مد طويل ما ما، وعندنا في الأخير حرف الميم مع التنوين. إذن عندنا ثلاثة ديال المقاطع ح ما من ح ما من. الكلمة الثانية عندنا دا ما، حرف الدال مع المد بالألف حركة طويلة كتبقى ديما تابعة ليه، فالحركة الطويلة يعني المدود كيتبعوا الحرف اللي قبل منهم. هنا عندنا حرف الدال مع المد بالألف دا، هذا مقطع وحده دا، إذن غادي نكتبو دا كمقطع دا ما ما مقطع وحده، غادي نكتبو حرف الميم هنا مع الفتحة وحده دا ما دا ما دا ما. بالنسبة للمثال الثاني عندنا مي دا دون مي دا دون. إذا لبغينا نقطعو أو لنجزئو هاد الكلمة إلى مقاطع، عندنا حرف الميم مع الكسرة هذا مقطع مي مي، عندنا حرف الدال هنا عنده المد بالألف، والمد قلنا ديما تيتبع الحرف اللي قبل منه، إذا حرف الألف مع الدال هذا مقطع بوحده، وعندنا حرف الدال مع التنوين حتى هو مقطع بوحده. إذا عندنا المقطع الأول مي مي، المقطع الثاني دا دا، والمقطع الثالث دون دون. إذا مي دا دون مي دا دون. وبهذا غادي نكون وصلنا لنهاية الحلقة ديالنا ديال اليوم اللي تعرفنا فيها على حرف الميم. حرف الميم شفنا حرف الميم في الكلمات مع الحركات القصيرة الثلاث ومع التنوين. كنتمنى أنكم تعودوا الحلقة بزاف ديال المرات حتى تمكنوا من كتابة ونطق حرف الميم بطريقة جيدة. شكرا لكم بزاف على حسن التتبع والمشاهدة، وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله. بسلامة.